بساحة باب البحر بمدينة العرائش افتتحت فعالية معرض الصناعة التقليدية، فرصة متجددة لدعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي للمنطقة ومساعدة التعاونيات والجمعيات الحرفية المحلية وكذا الوطنية لترويج منتوجاتها على نطاق أوسع. هذا المعرض هو تيعرف واحد الصبغة خاصة، لأن المعرض كان جهوي، الان هو اصبح وطني. جميع المنتوجات ديال الصناعه التقليديه من انحاء المغرب كلها مشاركه في هذا المعرض. هذا المعرض عرف مشاركه مجموعه من العارضين الذين ينحدرون من الاقليم وكذا من مناطق مختلفه من المملكه، يمثلون مختلف مهن وحرف الصناعه التقليديه. جيت نشارك في هذا المعرض ديال الغرفه، اللي كنشكرهم على الاستضافه ديالهم ليا لهذا المعرض مره ثانيه. جيت شاركت بالمنتوجات المجاليه، كان عندي تعاونيه ديجا، انا اسست تعاونيه ديال المنتوجات المجاليه. هذا المعرض فرصه لنا باش كنبينوا المنتوجات ديالنا ديال التعاونيه، وفرصه باش كنتلاقاو مع الناس العارضين من اي بلاصه من جميع المدن ديال المملكه. وعرف هذا الحدث إقبالا كبيرا من طرف ساكنة مدينة العرائش وزوارها، ما يساعد الصناع والصانعات التقليديين على تجويد دخلهم وبالتالي تحسين أوضاعهم الاجتماعية.